لسه ما بين إبراهيم. بابا ليكون لا تحكي هيك، أنا متأكد إنه رح يجي ومتأكد إنه رح يرجع لنا. أكيد رح يرجع. يعني معقول نخسره هلأ؟ قصدي بس لقيته بعد كل هاي السنين؟ طلع تيو. الحمد لله ما قتلوك. راح احكي لكم كل شيء، بس بالاول خليني ادبر لكم مكان تناموا فيه قبل ما تعتين. يلا يلا. وين رحت بأهلك؟ نزلتهم بخان السفراء، بعدين بشوف شو بساوي. أكيد راح أتعرف على أهلك بس بالوقت المناسب. هذا شرف إلنا يا مولاي. طيب يا إبراهيم باشا، طالما رجعت على القصر صار فيك تباشر فورا بوظيفتك اللي عطيتك إياها قبل ما تهرب لعند أهلك. اللي بتشوفه مناسب أنا بعمله يا مولاي. بالمناسبة صار لازم تجمع الديوان وتوضح مهام كل الوزراء بالتفصيل. بدي إياك تفكر منيح قبل أي قرار بتاخده، ولا تتسرع، خاصة بالقضايا المهمة. مثلا فرحات باشا متهم اتهام كتير خطير. بخصوص الموضوع بصراحة أنا سمعت شوية حكي بس قلت أكيد مو صحيح هالشي. أنت من وين عرفت إنه هذا الشي مانو صحيح؟ اطمن، موضوع فرحات باشا أنا رح اهتم فيه يا مولاي. ما بتصدق يا إبراهيم قديش صار واصل للمفتي شكاوى عنه. أنا شفت الطلبات اللي حاطينها بصندوقه. أعمل دراسة قبل الاجتماع لتعرف مع مين رح تمشي. إذا ما عرفت تختار صديقك مزبوط رح تفشل يا إبراهيم. فهمت، وبوعدك ما أنسى هالنصيحة طول عمري يا مولاي. ما قلت لي يا إبراهيم شو رأيك بأحمد باشا؟ أحمد باشا شخص أمين وفهيم، بس بيضل متسرع ومتحمس زيادة عن اللزوم. هات لشوف كمل حكيك. هاي الحقيقة اللي ما كنت بدي أقولها بس أنت قلتها. حقيقة أصحك تهرب منها. هاي نصيحة تانية، اعمل اللي بتشوفه صح، لابد من مواجهة الحقيقة مهما كان الثمن. كل نصيحة منك عم بزرعها بعقلي مشان ما أنساها بكل حياتي يا مولاي. أنت بتستاهل كل خير يا إبراهيم. لازم تمسك أمور الدولة بحسن. ثقتي فيك كبيرة. مولاي تسمح لي أسألك؟ في حزن بوشك، أنت لساتك زعلان؟ معك حق أنا زعلان، بس سبب زعلي هو قلبي. انت شو كان اسمك؟ انا صديقه يا سلطانه. انت اللي كنتي ساكنه مع عائشه ما هيك يا صديقه؟ ايه نعم يا سلطانه.
تفضل. إبراهيم باشا. شوفي يا سنبل آغا خير، أصحك تكون مخبي عني شي. عم بسمع، يلا احكي. حاشاك يا باشا، أنا مستحيل خبي عنك شي، أنا بس استنيتك لحتى تفضى. ماشي ماشي، يلا قلي شو صاير. شو عامل الست هيام كمان؟ مو هيام، الجارية عايشة اللي كانت من المفضلات عند السلطان، هي نفسها الجارية اللي سكنت بغرفتها فيكتوريا. نعم، وشو قصة الست عايشة؟ هي توفت، اندبحت، وكل الشبهات والدلائل بتشير انه هيام خانم هي ورا القصة. يعني هيام صارت مجرمة؟ مع الأسف الشديد، لهيك قرر مولاي السلطان انه ينفي هيام خانم على القصر القديم، ورح تمشي بكرة الصبح. ماشي، هلأ فهمت سر حزن السلطان. تذكرتك أنت الجارية اللي أنقذت ابني محمد وقت اللي صار الحريق بالقصر. أي يا سلطانة، أنا هي. لا تكوني خايفة مني يا صادقة، لا تخافي، ما رح أأذيكي صدقيني. عايشة أنا مستحيل أقتلها. سلطان الأم عم تستناني، تأخرت كتير عليها. مدري ليش حاسستك بتعرفي شي، بس شو هو؟ بدي اياكي تساعديني. مين يلي قتل عايشة؟ ما بعرفه، ما شفت شي. انتي صار لك فترة ساكنة معه، كيف ما بتعرفي؟ شلون بدي اعرف؟ نمنا بالليل، فقت الصبح ما لقيتها، دورت عليها، طلعت مقتولة. شلون بدي أعرف مين يلي قتلها؟ بتمنى منك إذا سمعتي شي أو تذكرتي شي تجي وتخبري ست فريال فوراً. ماشي؟ بتأمري. السلطان مو حابب يشوف أمه يا درة. ابني السلطان صاير عم يهرب مني. المسا بيكون مشغول شوي، بكرة بيشوفك. أنا بعرف إنه مو مشغول، بس عم يتهرب مني وخجلان يواجهني. تعرفي يا درة، أنا اللي قاهرني، ما بقى حاسة إنه إلي قيمة وكلمة بين ولادي. طلعوا من إيدي يا درة. مولاتي، أنت حساسيتك زايدة كتير من ولادك.
عانيت مشانهم كتير وانتي بتعرفي يا درة. أنا ما بدي منهم شي، بدي إياهم يحترموا قراراتي مو أكتر. وكمان اللي بيعشق لازم نحترم مشاعره يا مولاتي. السلطانة خديجة ما ارتكبت أي ذنب، وكمان ما في ولا مرة خالفت أوامرك. درة، شو هالحكي اللي عم بسمعه منك؟ مولاتي، أنا صار لي حوالي 30 سنة رهن حياتي لراحتكم، وإذا الله أحياني بضل 30 سنة تانية. بس أنا قلقانة عليكي وبتمنى إنك ما تظلمي حالك وتظلمي الناس اللي حواليكي. تعرفي إنه أنا ما إلي حدا غيرك بهالحياة. سامحيني على جرأتي. كل ما طلعت بهي المراية رح تشوفني فيها، هذا سر وسرنا. خير؟ شو في يا إبراهيم؟ مولاي، أنا هلا حتى عرفت سبب حزنك. من شوي عرفت باللي صار معك حق، المشكلة كتير كبيرة. بس المهم إنه ما حدا يكون مظلوم. ليش أنا بقبل بالظلم؟ هذا هو الحل الوحيد لطلعنا المشكلة يا إبراهيم. أنت مفكر إنه سهل علي اتهم مرتي بالقتل وعيش بدونها؟ هي لازم تنعدم، بس هيام هي أم أولادي، وما فيني أعدمها. مولاي السلطان، أنا رح أعمل كل جهدي حتى أخلصكم من هالمشكلة، بوعدك. كنت عم استناكي يا هيام خانم، وين كنتي؟ ليش؟ ليكون الليلة بدهم ياخدوني على المنفى. إبراهيم باشا نادى لسنبل آغا وحكى معه بقصتك، وسنبل آغا حكى له كل شي صاير معكن، فوعدوا يهتم ويحقق بالقصة. وإمتى رجع إبراهيم باشا؟ ليش ما دريتي برجعته؟ شو رجع يا هيام خانو؟ رح يصير صهر السلطان ويتزوج خديجة. كيف مو السلطانة خديجة لساتها مخطوبة؟ مو درياني إنه السلطان فك الخطبة؟ وقرر إنه يزوج أخته لإبراهيم باشا. العمى، إذا إبراهيم باشا صار صهر السلطان، معناته أنا رح أبقى بالمنفى طول عمري. لا تقولي هيك، هالشي مستحيل. السلطان سليمان ما بيتركك. كيف راحت عن بالي هالفكرة؟ ما أغباني؟ هيام وقفي لوين؟ صادقة؟ صديقة، ليش مو بغرفتك؟ شو عم تساوي هون؟ شبك، بدي جيب مي سنبل.
اتركي المي وامشي قدامي. يا ربي لشو كل هالأسئلة وقت قلك تعب تمشي؟ يلا لشوف امشي، تحركي لساتك واقفة امشي، يلا لشوف امشي تحركي. من شوي سمعت بالخبر يا سلطانة، قال رح تتجوز إبراهيم باشا. لو بتعرفي شو انبسطت. أنا حكيت مع السلطان عدة مرات مشانكم. ألف مبروك إن شاء الله. شكراً هيا. عرفتي بالشي اللي اتهموني فيه؟ اعتبروني قاتلة، بس أنا مظلومة والله بريئة. سلطانة خديجة ساعديني بترجاكي، هون ما إلي غيرك. بس الكل عم يقولوا يا هيام. الكل بيكرهوني، كل يلي بالقصر واقفين ضدي. طولي بالك، لأنه بالآخر إذا كنتي مظلومة إلا ما ينعرف. ورح أعمل يلي بيطلع بإيدي. أنتي لا تخافي. الله يوفقك يا سلطانة. شكراً كتير. تفضل. تعي. هاي صادقة يا إبراهيم باشا. تركنا وحدنا سنبول. قال المرحومة عايشة ما كانت تحبك أبداً، مظبوط؟ كانت تشكي لفريال عن التصرفات اللي عم تساويها. فيكتوريا! صح، كانت تكذب على طول، وكانت تحس بالغيرة مني وتقلي إبراهيم باشا جابك على الحرم لك وراح تكوني البنت المفضلة عنده. رحلة موفقة إن شاء الله. قال رح ينفوكي مزبوط؟ ايه مزبوط، بس ما رح طول. بس هنيك رح يدوب شبابك. يلي بتروح على أسر القديم مستحيل ترجع. مولاي السلطان مستحيل يرجع لك، حتى لو شو ما ساويتي. وقت اللي بتطلع من القصر ومنخلص منك نهائيا، ما حدا منا رح يتذكرك بنوب، لأنه ما حدا بحبك. الكل مبسوط لأنك حتروحي، حياتنا رح ترجع حلوة مثل الأول. أنت دورك لحد هون بيكون انتهى.
خلص حاجتك بكي. حكيت لكم كل شيء، حتى حكيت للسلطانة هيام لما اجت لعندي على الأوضة، وحكيت لها انه مو انا القاتلة. هيام اجت لعندك؟ قلي لي اجت ولا لا؟ ايه اجت وخوفتني. طيب روحي هلا. كوثر، بدي أعرف الحقيقة. ناهد دوران إلها علاقة بالقصة؟ لا بنوب، لا أبدا والله. كوثر، أنت أكيد ما عم تكذبي علي مو هيك؟ لأني بسهولة فيني أقطع لك راسك الحلو هاد، أكيد أنت بتعرفي هالشي. بعرف، بس السلطانة ما لها علاقة. طلعي بوشي. انصرفي. بعتي لي سمبل. باشا، في حدا تاني مشبوه؟ لا والله هدول كلهم. هيام الليلة راحت تضغط على فيكتوريا وكانت بغرفتها، عندك خبر بهالشي؟ صادقة هي اللي قالت لك هذا الحكي؟ لو ما أنا مزنبة ليش تروح لعندها؟ بصراحة ترجتني لساعدها وحلفت بحياة ولادها أنه ما لها علاقة. والله قطعت لي قلبي. يعني بيجوز يكون ما لها ذنب. شو ما صار وشو ما سمعت حول هالموضوع تجي بتخبرني دغري يا سمبول؟ فهمت علي؟ فهمت تماما يا باشا، فهمت. هيام اجت لعندك سلطانة؟ ايه اجت لعندي، طلبت المساعدة وترجتني اني وقف معها. زعلتني، شو متمنية لو اني بقدر ساعدها؟ لا يا سلطانة، لا تنغري بدموع التماسيح هيك الزابة. بدك تعلميني شلون اتصرف يا ناهد دوران؟ اللي عم تقولي عنها كذابة بتكون أمه لابن السلطان، يعني مثلك تماما. بالنسبة إلي ما بتفرقوا عن بعض. يا ريت تنتبهي. بعتذر منك يا سلطانة، بترجاكي لا تواخذيني. ليو؟
ليو؟ ما عم صدق. انت كيف اجيت؟ ما بتعرف يا ليو قديش انا بكيت. منيح انك بخير. بدي طلعك من هون أليكس، حاجة تبكي. تهموني إني قاتلة، بس صدقني مو أنا. متأكد إنه ما دخلك. أنت مستحيل تقتلي. لا تبكي. بدي إياكي توثقي فيني أليكس، أنا هون لحتى أنقذك. استنيني. انت فسخت خطبة خديجة؟ مزبوط يا ست الكل. هالشي ما كنتي متمنية انه يصير؟ انت قلتي لازم نفسخ خطبة بعد مرض الشلبي. مو هون مشكلتي. ابراهيم هو مشكلتك، ما بدك يكون صارك، مو هيك؟ اللي راح تتزوج هي بنتي، يعني انا ما في الي كلمة بهالموضوع؟ طيب ليش ما بتحترمي وجهة نظري يا سلطانة؟ ماني متخيلة انه ابراهيم باشا ممكن انه يصير سهرنا. ما في داعي انك تزعجي حالك، انا متاكد انه اختي خديجه رح تكون سعيده كثير بهذا الزواج. انا بعرف شو عم ساوي، بدي تكوني مطمنه. هيام خانم، صار وقت السفر. أمورك كلها تمام؟ أنا أجيت لحتى ساعدك بتجهيز الأغراض، ونورهان هون كمان بتساعدنا. نورهان ما رتبتوا الأغراض؟ نحن لازم نعمل لها عرس ما صار مثله يا ست الكل. ابدوا بالتجهيزات فوراً.
بدي الناس يحكوا بهذا العرس سنين طويلة. مثل ما بتريد سليمان، بس أنت المسؤول إذا أختك ما انبسطت بحياتها. لا تنسى هالشي. هيام رايحة اليوم؟ إيه، خليتهم يجهزوا له جناح بالقصر القديم، ما رح ينقصها أي شي. يلا بسرعة بسرعة لشوف. لا تنسوا شي. هيام خانم، انت اجمعي الأشياء الغالية والمجوهرات مشان ما يضيعوا. شو فايدتن؟ ما عاد إلن قيمة. إذا بدك خديهن كمان. سبحان الله، المنيحة ما بتبين معك. بدي تجيبولي ولادي، هدول أغلى شي عندي. بعد شوي بيجوه يا مخانو. منيح، أنا ضروري شوفهم لأشبع منه. نورهان وأسماء رح يروحوا معك على القصر القديم، لكن لك فكر، هن رح يكونوا بخدمتك. شكرا. الله ما رح يتخلى عني أبدا. حكيت مع السلطان، طلب مني نبدأ بتجهيزات العرس. أنا ما راح أكذب عليك يا خديجة، قلبي مو رضيان. إن شاء الله يكون إحساسي غلط. تتذكري وقت كنت مقهورة وزعلانة وتمنيت لو قلبي يوقف؟ هلأ خايفة قلبي يوقف من الفرح. لو بتعرفي قديش أنا سعيدة. وإن شاء الله دائما. أنا شو بدي أكتر من هيك. سلطانة، هيام اجت مبارح المساء عندي كتير زعلانة وقالت لي انه هي مظلومة. نحن ما عم نتسرع شوي بالحكم على هالموضوع؟ خديجة، هالموضوع تسكر بلا ما نحكي فيه ونزعج حالنا. بيان أختي حبيبتي. بنتي قديش أنا مشتاقت لك. وأنا مشتاقت لكم كمان. خديجة، منيح أنك إجيتي. السلام عليكم أحمد باشا. وعليكم السلام فرحات باشا. أنت ما كنت تجي بكير هيك، شو القصة؟ مرتي السلطانة بيان إجت لتزور السلطانة الأم. رح تطلب الرحمة من السلطانة الأم؟ من وقت طويل ما شفتك، كيفون أحفادي؟ صاروا أحسن أمي، مرضوا اثنيناتهم لفترة طويلة واضطريت أبقى جنبهم، ما قدرت أتركهم أبداً ولهيك ما قدرت أجيبهم معي. أصلاً أنا ما رح أقدر طول كتير عندكم، لازم أرجع بسرعة. مستحيل خليكي ترجعي، في شغلات كتيرة بدي أحكي لك إياها. خديجة، ما قدرت أجي على خطبتك، إمتى رح تعملوا العرس؟
أنا تركته. ليه؟ يلا بعدين بتبقوا بتحكوا بالموضوع، تركونا لوحدنا. يا روح قلبي انت، حبيبتي مريم، انا كتير اشتقت لكم. حسيت حالي رح موت بدونكم، بس هلا خلص ما عاد تبعدوا عني ورح نكون مع بعض، رح كون على طول جنبكم. انتو ما اعطيتوا خبر؟ شو بدهم يخبروني؟ احكي. الأمير محمد رح يضل هون بقصر السلطان. فرحات باشا ما سوى أي شيء غلط يا أمي، صدقيني يا أمي كله كذب وافتراء. والمصيبة الكبيرة إذا السلطان بيصدق هالشي، عم بيقولوا رح يأمر بقطع راس فرحات باشا بالديوان. أنت متأكدة؟ معقول هالشي؟ أنا ما سمعت هيك. هيك الكل عم يحكوا يا أمي، والله أنا ما في إلي غيرك، شو بدي ساوي إليلي؟ صار لي كم يوم ما عم أقدر نام، إذا صار شيء لجوزي والله بجن يا أمي. لا تبكي، رح اهتم بمشكلة فرحات، لا تشغلي بالك. شكرا.